جايين عندك قاسي محمد، قاسي محمد في الحادثة لم يتم اعتقاله لحدود الساعة في هذه المباشرة هذا، يعني مازال بعد ما تقبض، ما تقبض كون هي تقبض نقولوا راه تيحبسوه، تيعطي الفلوس ويخرج في حالته. مني مشينا ليه دروك تيقول لك راه السبيطار، مشينا للسبيطار ما لقيناه. يا جاي عندك قاسي محمد، قاسي محمد في الحادثة لم يتم اعتقاله لحدود الساعة في هذه المباشرة هذا، يعني مازال بعد ما تقبض، ما تقبض كون هي تقبض نقولوا راه تيحبسوه، يعطي الفلوس ويخرج في حالته. مني مشينا ليه دروك تيقول لك راه السبيطار، مشينا للسبيطار ما لقيناه، ما لقيناه السبيطار. تيقول لك راه السبيطار عاطينو ثلاثة جدارمية، قال لك مقابلينو، ومني مشينا ما لقينا حتى واحد. مع الطبيب يزيدوا سوايع ولا بغا يتقداو شي حاجة ولا مع خالتهم. كان نخرج كنلقاهم وحده الرويده دازت عليها على راسها والاخرى مرميه لهيه غطوها لي من ديالهم، حتى قالوا ودي راه جاي من مراكش بواحد السرعه، ملي قبت الفران ضربهم بسميتهم. هو يمشي بشويه ورجل قانون وعارف محشومه شي شويه في هذه البنيات وهذه البراءه هذه، يبغي هو اللي يدير ليه هكا واللي يدير ليه البنيات وهكا. ورجل قانون رئيس الجامعه ديال المزور كلشي كانوا جايين كلشي بقى فيهم كلشي بقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي المغاربه الاحرار فيما كنتوا داخل او خارج ارض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات كيف ما لاحظتوا في العنوان، موضوعنا هو فاجعة لهزات مدينة مراكش واللي هزت الرأي العام المحلي بمدينة مراكش وأيضا الرأي العام الوطني. إخواني أخواتي، الحادث المأساوي اللي راح الضحية ديالو جوج ديال الطفلات، جوج ديال الفلدات الكبد، من بعد واحد الحادث اللي أدى إلى إصابة ثلاثة ديال الطفلات وفرار الجاني يعني كتضارب معلومات بخصوصه، واش رئيس جماعه او لا مستشار جماعي، وقام بهذا الفعل الشنيع وفر هاربا ولم يتم اعتقاله الا قبل ساعات قليله. اخواني اخواتي، في حادث يعني اطلى بدلاله على منطقه البدايه بمدينه مراكش. لكن قبل إخواني وأخواتي ما أننا نغوصوا في تفاصيل هذه الحادثة وهذه الواقعة، فكندعوكم أنكم متبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو، وأيضا شرف لي أنكم تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس باش دائما إخوان والأخوات توصلوا بالجديد للأعمال والقضايا اللي كنطرقوا لها. فكيف ما قلت إخواني أخواتي، حادث مأساوي، حادث كيهز منطقة الوداية ليلة أمس، حادث أسفر على إصابة ثلاثة ديال الطفلات، زوجات توفاو وحدة مازال كتلقى العناية، توفاو طفلات في العمر ديالهم وحدة 7 سنين وحدة 11 سنة في حادث مأساوي. المعلومات بخصوص مرتكب الحادث يعني ما وقفش، تصوروا معايا إنسان يعني أكثر ما خلانا أننا نطرحوا هذا التساؤل على نفوسنا هو أنه يعني مسؤول أو لا كان مسؤول، سواء كان رئيس جماعة أو لا مستشار في جماعة المزودية. المهم يعني راه كان مسؤول وخاص يكون صفات المواطنة وخاص بزاف ديال الحوايج، نعذروا الإنسان إلى فر من أجل السلامة الجسدية ديالو، لأن ربما تكون ردة فعل معاكسة من العائلة ديال الضحايا. ولكن باش أنك تفر هاربا إلى أن يتم الاعتقال ديالك ويتم الاعتقال ديالك أين؟ بشيشاوة، يعني على بعد عشرات الكيلومترات على مراكش، فأين هي المواطنة وأين هو هاد الأمور اللي كتجسدها الوظيفة ديالك ولا يعني الاشتغال ديالك كرئيس جامعة أو لا مستشار جامعي. فإخواني أخواتي، أدت حادثة سير وقعت ليلة أمس الخميس على مستوى دوار ولاد بن السبع بجامعة الوداية على تراب إقليم مراكش إلى مصرع طفلتين تتراوح أعمارهما ما بين 7 سنوات و11 سنة، وذلك بعدما دهستهما سيارة يقودها
مستشار جماعي سابق بجماعة المزودية، ولاد بالفرار إلى وجهة مجهولة قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي بالوداية من اعتقاله بشيشاوة. وأكدت مصادر جريدة كيش 24 أن الحادثة المفجعة لم تترك الفرصة لنجاة الطفلتين، حيث فارقت الحياة في الحال بسبب اصطدام قوي الناتج عن السرعة المفرطة وعدم الانتباه، فيما رجحت مصادرنا أن يكون سائق السيارة في حالة غير طبيعية بسبب احتساء الخمر. وأفادت مصادر الجريدة بأن حالة من الاحتقان والغضب العارم تسود وسط المئات من ساكن الدوار الذين تجمهروا أمام المركز الترابي للدرك الملكي الوداية، وذلك بعدما تم تشييع جنازة الهالكتين بعد صلاة الجمعة، فيما باشر رجال الدرك الملكي الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق مع المتهم والكشف عن أسباب الحادثة المؤلمة. بكل صدق، لأن كيف ما قلت معذور أن الإنسان يهرب من مكان الحادث ويهرب تفاديا لشي ردة فعل، ولكن خصو يمشي عند المصالح الأمنية مباشرة، ماشي أنك تهرب وتمشي تفيق أنت ربما كنتي شارب ربما شي حاجة بعد مرور ساعات وفي مدينة أخرى. فهنا هذا الأمر هذا غادي يؤدي إلى غضب يعني الناس ديال المنطقة، ناهيك على غضب فقدان طفلتين يعني بسبباش بسبب التهور، وربما الخبرات الطبية تقدر تثبت ربما وجود حالة سكر. فقضية إخواني أخواتي اللي خاصة تذوق ناقص الخطر، وخاصة تخاد من هذه العبرة هذه ديال الانتباه. الأطفال ملي تيكونوا تيلعبوا انتباه ليهم، يعني ملي تيكونوا في الشارع من بحال ما هذه الحوادث، من حوادث الاختطاف، من بزاف ديال الأمور اللي كتوقع، فبنادم ما تعرفيش كيفاش داير في يعني الشارع هذاك. فخاص هذه رسالة وقضية للعبرة، يعني باش أن الأسر تنتبه للأبناء ديالها. فإن لله وإن إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فالمتهم والمرتكب هذه الواقعة المؤلمة، وهذا لأن الحوادث تعد جرائم، لأن السياقة مثلا تحت تأثير السكر راه جريمة، بقدر جريمة. ف يعني أكيد العائلات غادي تطالب بتشديد يعني العقاب ومحاسبة مرتكب الحادث، خصوصا من بعد الفرار ديالو، يعني مش يسلم نفسه أو لا شي حاجة، وإنما تم الاعتقال ديالو. ف تم الاعتقال ديالو بشيشاوة كيف ما قلت إخواني أخواتي. فالعائلة ما هضماتش هذا الأمر، هذا ما هضماتش هذا الواقع، حالة صدمة شفنا ليلة البارح اليوم. فإن لله وإن إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. الاعتقال ديال المرتكب الفعل والوصول إليه والهوية ديالو، هذا هو الأمر المهم. الأعمار بيد الله كيف ما تنقولوا، إن لله وإن إليه راجعون. ختاما إخواني أخواتي، كنت من أنني كنت صل الضوء على هذه الواقعة اللي يعني هزات جماعة البداية وزعزعات يعني الرأي العام، وكيف ما قلت فيها هذه العبرة هذه ديال باش أن العوائل انتابوا الأبناء ديالهم، كيف ما قلت الاختطاف، بزاف ديال الأمور اللي كتكون اللي كتوقع بسبب إغفال الانتباه الأبناء من تيكونوا خارج الزرقاء، خصوصا من تيكونوا دراري صغار وتيكون السكن قريب للشارع عام. مازال الزرقاء اللي الزرقاء داخلة في حي ماشي مشكل، وإنما شارع كبير ولا شي حاجة، فكتكون هنالك خطورة. فخاص يعني الانتباه الأطفال. إلى هنا جيت الختام ديال هذا الفيديو. ختاما كنتمنى لكم الحظ السعيد، وكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك، وأيضا شرف لي أنكم تشتركوا في القناة، ونتلاقى معكم في قادم المواعيد إن شاء الله بحول الله. وكما تنقولوا دائما، الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.